بسم الله. الجزئية بس الأخيرة اللي احنا وقفنا عليها اللي هي بتاعت الايه، ازاي نظبط الجهاز الكلاينت ان هو يروح يتعامل مع مين، دبليو عن سوس دبليو اس اس. فكنا بنخش على حاجة اسمها شبيك الجروب بوليسي اللوكال بتاعت الجهاز، تمام، وهعمل له هو حاجة لوكالي عليه، هو اعرفه بيها الدبليو اس اس فين وكل اعدادات اظبطها له، اللي هي في كورس الاكتف ان شاء الله هنعملها على مستوى الايه، دومين. على مستوى الدومين ككل او على مستوى المجموعه كلها. هاجي هنا في كمبيوتر كونفيجريشن، هتخش في حاجه اسمها ادمنستريتيف تمبلتس، حاجه اسمها ويندوز كومبوننت، اخر حاجه فيها هتلاقي عندنا حاجه اسمها ويندوز ابديت. احنا من المره اللي فاتت مشغلين عندنا ايه، لينكو عاملين كونفيجر للاوتوماتيك ابديت بتاعتنا، وعاملين ان هي تعمل ايه، وعاملين ان هي تكون انيبل واوتو داونلود اند سكادول ايه الانستول. انت حاجه تتدون وانا احدد له وقت كل يوم الساعه 1 الظهر ايه انستول ينستول فيها. حلو كده، ماشي زي الفل كده. انت ما دام ظبطت السياسه من الجروب بوليس يا باشا، يبقى المفروض ان احنا لما نيجي نخش على الاعدادات دي من الجرافيكال يوزر اهو، نلاقي الاعدادات ده هي تشينج سيتنجز، نلاقيها مقفولة خلاص يعني. بس هنا مفتوحة. يبقى معنى الكلام ده هو ان السياسة بتاعتنا ممكن تتغير، ما اتطبقتش لسه. ما اتطبقتش لسه. لما السياسة اللي انت تعملها من هنا تشتغل على الجهاز اللي انت عليه دوت، تمام، معنى كده ان محدش يقدر يعدل فيها من الجرافيكال يوزر. طيب انا هقول له ريفرش السياسه، جي بي ابديت مسافه سلاش فورس، واقول له انتر. كويس كده، تعالى نتشيك السياسة مرة تانية، أو نتشيك الويندوز أبديت مرة تانية، هل السياسة اتطبقت عليه ولا لأ؟ لسه السياسة اتطبقت. اه اتقفل زي صح؟ صح. حد يقدر يعدل فيها؟ لا لا خلاص. some settings are managed by your system administrator، بعض الإعدادات أديرت من خلال مين؟ المدير بتاع السيستم طب بتاعك. هو اللي غيرها برضه. السياسة لما تتظبط ما تتغيرش إلا من السياسة. ماشي كويس كده، ماشي. لما نوصل لجروبوس هنفهم التفصيل. طيب ماشي ماشي. المهم أنا دلوقتي قلت له خلاص كل يوم أهو على كلام الراجل ده هنا الساعة 1 الظهر كل يوم هيطلع يجيب الأبديتس ويصدها منين؟ من النت. حلو، إلى من الآن النت. من النت، إلى الآن من الإنترنت. كويس خالص. أنا عايز أقول له لأ، وفي سياسة هنا هلاقي السياسه دي اللي بتحدد له الموقع بتاع الابديت فين، عشان اشاور له على مين؟ على الجهاز دبليو ساس. الدبليو ساس. صح. بص هتلاقي تاني واحده تحتها على طول سبيسيفاي انترانت مايكروسوفت ابديت سيرفيس لوكيشن. ماشي. ها كويس كده، اوصف له الشبكه مايكروسوفت ابديت سيرفيس انترانت، لوكيشن داخلي الشبكه انترانت، الداخليه. شبكه داخلي. هقوم داخل هنا اهو الانيبل، محتاج مني يعرف العنوان الداخلي. هو كان قال لي هناك هتعرف الناس ازاي. ماشي. اتش تي تي بي دي سي دي سي صح. فاقول له والله الموقع الداخلي اهو دي سي. اشمعنى دي سي؟ ما هو ده الجهاز اللي عليه ايه، دبليو اس اس، والاحصائيات بتاعتنا بتروح تتسجل فين؟ ها نفس الجهاز يعني. ماشي صح. ماشي. وهنقول له ابلاي وهنقول له اوكي. طيب عايز تظبط حاجه تانية؟ الجهاز ده هو في جروب اي تي، فانا عايزه لما يروح للدبليو ساس ينزل في الجروب اللي عند الدبليو ساس اللي اسمه اي تي. هتلاقي عندك تحت حاجه اسمها كلاينت سايت تارجتنج، بتحدد فيها التارجت جروب للجهاز ده اللي يدخل فيها. هقول له انيبل، يقول لي اسمها ايه التارجت جروب بتاعتي؟ اقول له
مثلا هقول له اي تي. ففي الحاله ديت انا بالجروب بوليسي قلت له ان الجروب اللي هيدخل جواها اسمها اي تي. اسمها اي تي. في الدبليو صاص هناك لما تيجي كده على اعداد الاجهزه بيقول لك تحت يو كان سبيسيفاي هاو تو ساين كمبيوترز تو جروبز، ازاي الاجهزه هتخش في الجروبز بتاعتها. عندي طريقتين ايه وايه لو فاكر. يا سلام. اول طريقه عن طريق الكونسول، ان الاجهزه كلها تيجي. استنى يا باشمهندس بتقول ايه تاني؟ عشان بص يا حاج صراحه، الاجهزه كلها هتنزل عندي هنا في اول كمبيوترز. طب انا عامل جروبز وعايز الاجهزه تتوزع كل مجموعه في الاجهزه في الجروب بتاعتها. انا ممكن الاجهزه لما تنزل كلها في اول جروبز اعمل كليك يمين عليها واقول له اد وابعتها. ماشي كويس. ماشي ابعتها هنا وابعتها هنا وابعتها هنا براحتي. طيب وممكن في الاوبشنز تحت اقول له لا، خلي الجروب بوليسي هي اللي تعرف الاجهزه بالجروب بتاعتها. ماشي. لو انا هنا قايل له استخدم الكونسول وروحت ظبطت من الجروب بوليسي ولا هيعبرني. حلو. لكن الاصل هنا انا هنا قلت له استخدم ايه؟ الجروب بوليسي. يبقى الجروب بوليسي لازم تظبط فيها الجروب اللي هيخش فيها، وانا ظبطتها فعلا وقلت له الجروب اسمها ايه؟ اي تي. عايز تعمل حاجه ثانيه؟ في حاجه ثانيه مهمه هنا اللي هي قصه ريستارت لما يخلص الانستليشن بتاع الابديتس. ايه ده؟ مش بعض الابديتس تخلص الانستليشن تعمل ريستارت؟ طب الراجل شغال ما حفظش كل شغله؟ راح. ايه رايك ان احنا نقول لهم ايه؟ نو تو ريستارت وذ لوجد اون يوزرز فور سكادول اوتوماتيك ابديت انستليشن. ده فرصه يا باشمهندس. بص بتقول ايه؟ ده فرصه يعني ايه؟ يبقى اي ابديت لما تخلص الانستليشن بتاعها مش هتعمل ريستارت حتى لو كانت عايزه. مش هتعمل ريستارت؟ نو اوتو ريستارت. يعني لا ريستارت اوتوماتيكلي. طب وال الابديت يشتغل امتى؟ الابديت يشتغل اول ما يقفل ويفتح. طب والابديت يبقى محفوظ موجود متسطب؟ متسطب بس ماشي. لسه الريستارت ما اشتغلتش معاه. مش شغاله معاه زي بالظبط متسطب. انت برنامج اللي هو بيعوز ريستارت وما عملتش ريستارت، البرنامج متسطب لكن لسه متأكتف مع اول ريستارت. حلو كده. دي اعدادات مهمه. في مشكله ولا لا؟ زي الفل. فانا هنا قلت لهم كل يوم الساعه 1 ابديت هتروح ل دبليو ساس الجروب هتقعد فيها اسمها اي تي عشان ياخد الحاجات اللي تخص الاي تي. تمام. والله يكرمك لما ينزل حاجه ما تعملش اوتو ريستارت. شكرا. وانا جاي هنا واقوم قايل له جي بي اب ديت سلاش فورسون عشان اطبق ريفريش عشان اطبق البوليس. ممتاز. فورس جي ار جي بي ابديت مسافه سلاش فورس بالقوه. ماشي. جي بي ابديت مسافه. طبقت ولا طبقت ولا لا؟ المفروض تعال نشوف. تعال كده نرفريش المسائل. مش عامل ايه؟ السيرفر بتاعنا ده 512 يا باشمهندس. اصلحه تاني. بتقول ايه؟ 512 يا جماعه. مين؟ السيرفر ده. لا تعليته؟ واحد جيجا؟ الا حته. عشان فوت كونسول اتفتح مرة، المرة دي هيفتح ايه؟ هيفتح بسرعة ان شاء الله يعني. بص يا عم، افتح تعال نروح كمبيوترز كده. مش حاجة لسه. مفيش فعلا لسه حاجة. تعالى نعمل ريفريش الابديت مرة تانية.
ليه مش مهندس فيلد ليه؟ تعالى نقرا المسج اللي بيقولها. هو الاول احنا بنج على الدي سي دوت استلام دوت كوم مش زي الفل. ما هو لسه عامل فورد، عامل اعداد تاني يا باشمهندس. نوت فاين ملقاهوش ليه بقى؟ تمام. هو انا مش مشغل عندي نسأل ايه هو الواد دومين اسمه ايه؟ اسلام دوت كوم. اسلام دوت كوم ما شغال دي ان اس. يا قلبي انت ما عملتش الدي ان اس؟ ينفع ما بياخدوش اوتوماتيكالي ليه؟ ما ياخدوش اوتوماتيكالي ليه؟ هنشوف اهو. ديتش سيفيل الرقم كده مشاكل، ديتش سيفيل عنده مشكلة. ما هو ده برضه الدي اتش سي بي كان عنده مشكلة المرة اللي فاتت. تعالى نعمل له ريفريش ديليت سيرفر اوبشنز. بيعرف الناس بالايه؟ بالدي ان اس. نرد بقى اللي احنا كنا عاملينه. جاب الدي ان اس يا باشمهندس. ماشي جي بي اب ديت مسافة سلاش فورس. جابه يا استاذ. طب ايه المشكلة؟ انت عملت ريستارت بس؟ ريستارت الدبس. طب كويس. سكسسفول ولا لأ؟ سكسسفول. حلو الكلام. من احمد بوليسي. تعال. شكرا يا عم الدبس. كتر خير. نقفل بقى ونعمل ريفرشات. ريفرش. أردد مرة تانية. معلش من عندنا كده. كنترول بانل. أخبار الأوبشن بتاعنا إيه يا نجم النجوم؟ هنلاقي إن الأوبشن بتاعنا زي ما هو. الكمبيوتر بوز ابديت هات كمبيوتر سكسسفولي. ماشي تعال قول يا رب. طيب اول ما دخلت اقف على الكمبيوتر زود، لقيت عندي رقم واحد منور والاشاره خضراء. في كمبيوترز موجودين. واحد اللي هو الاي تي اللي هو دي سي وموجود في واحد. يعني لو انا فتحت كمبيوتر وقلت له اول وقلت له هات لي كل اللي عندك اذا اقول يعني ريفريش، قال لي على اسلام دوت كوم ودي
دي مواصفات والبنك سيستم كذا واللغه بتاعته كذا والاي بي بتاعه كذا. حلو. لو رحت في الاي تي تلاقي ايه؟ هات لي اي عند عندك. كويس كده؟ كويس تمام؟ بس خلاص يبدا بقى يتعامل. يتطبق عليه بقى الاوبشنز بتاعت الايه؟ بتاعت الاوتوماتيك ابروفل. انا قايل في الاوتوماتيك ابروفل ان الناس بتوع الاي تي بياخدوا كذا وكذا 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 اللي يخصوا كذا وكذا 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 لمده 3 ايام لسه بينهم 3 ايام. دي البوليسي اللي انا عملتها. اللي احنا عملناها. حلو كده؟ حلو كده. بس ويشتغلوا مع بعض بشغل عادي جدا جدا جدا. واضح كده بالنسبه لك الكلاينت؟